بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنحاول نتكلم على ازاي نستخدم هيكراس اللي هو فيرجن 4.1 في عمل هيدروليك اناليسيس لبريدجز. فخلونا نبدا مع بعض كده ونشوف احنا هنبدا في اول حاجه. احنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده ليه؟ الاجابه ببساطه جدا، لان كتير من الاسباب اللي بتؤدي لانهيار البريدجات هي اسباب هيدروليكيه بشكل خاص. فمثلا نبص كده للاحصائيه دي. الاحصائيه دي بتقول ايه؟ ان في عندنا حوالي 11 سبب من اسباب انهيار البريدج، والسبب الهيدروليكي يعني يشكل حوالي 60% تقريبا من حالات انهيار الايه البريدجز. عشان كده احنا مهتمين بالموضوع ده بشكل كبير. فاحنا هنحاول نتكلم في السلسله دي على عده اشياء. رقم واحد، ازاي بنعرف البريدج باستخدام هيكراس. رقم اثنين، ازاي بنبدا نحسب باستخدام هيكراس الووتر سيرفيس بروفايل نتيجه لوجود البريدج. بعد كده نتكلم على السكور اناليسز. بعد كده هنتكلم على الاناليسز بتاعت الدبري والمواد الطافيه في الميه. فالجزء الاولاني هنغطيه في الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو فيديو بارت 2، والجزء الثاني والثالث والرابع هنغطيه في فيديو رقم 3 وفيديو رقم 4. ففي البدايه خالص عايزين نعرف ونذكر نفسنا بحاجه مهمه جدا، ان احنا بنتكلم على هيكراس، وهيكراس ده 1 دي موديل، وان احنا نقدر نتعامل مع البريدجز من قبيل ان احنا بنعمل لها ايدياليزيشن وتبسيط، لان مساله البريدج الى حد كبير بتكون مساله المفروض نحلها تو دايمنشنال مودلز، باستخدام تو دايمنشنال مودلز. ولكن لو احنا بنتكلم على بريليمينري ستادي، او بنتكلم على مساله زي اللي احنا شايفينها دي اللي هي بيكون فيها الوادي او النهر بيكون الى حد ما يعني وان دايمنشنال، ففي الحاله دي ممكن نستخدم هيكراس ويدينا نتائج الى حد ما مقبول. نلاحظ تملي ان احنا بنحاول نلجا لاستخدام ال1 دي موديل على 2 دي موديل، لان ال1 ال2 دي موديل محتاج داتا ريكويرمنتس كبيره جدا والى هذه اللحظه، وبالاضافه لايه محتاج لريسورسز علشان نقدر نعمل ران لل2 دايمنشن موديل اكبر بكتير من ال1 دايمنشن موديل. طبعا في كيسز ما ينفعش ان احنا نستخدم هيكراس فيها اللي هي فيري هاي هايلي 2 دايمنشن موديل، زي الشكل اللي احنا شايفينه ده. بيكون عندنا مياندرنج، بيكون الفيلوسيتي في كل نقطه موجوده عندنا في المياندر بيكون لها تو دايمنشنز او اكس واي، وساعات بيكون اكس واي ودي كمان، فبالتالي بيكون صعب جدا ان احنا نستخدم هيكراس في حاجه زي كده. طيب تعالوا نشوف المساله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. المساله بتتكلم على ان احنا عندنا بريزماتيك شانل، دي عباره عن مين شانل وبلاد بلين زي ما احنا شايفين. العرض بتاع الشانل 100 متر، وعندنا في حوالي اربع سكاشن، سكشن 40 لحد سكشن 10. الميه بتتحرك من الاب ستريم سكشن 40 للداون ستريم سكشن 10. عايزين نحط بريدج فين؟ بين سكشنين 20 و 30، بين السكشنين دول كده. والبريدج ده الاسمان بتاعته 80 متر، والبريدج عنده ثلاث حارات رايحه وثلاث حارات جايه، وعرض الحراره الواحده 4 متر، والبروجكت جريد اليفيشن حوالي 105 متر. جميل. وده زي ما انتم شايفين كده شكل ايه؟ شكل البريدج. ادي البي جي ال بتاعتي 105، والسبان بتاعت البريدج 80 متر، والارتفاع بتاعه 5.5 متر. جميل. احنا عايزين نعرف النهارده دلوقتي ازاي هنبدا نحط البريدج ونعرفه باستخدام الهيكراس. فانا في البدايه خالص هعمل زوم ان على الريتش اللي فيها البريدج اللي هي من 30 ل 20 زي ما انتم شايفين، عملت لها زوم ان اهو. وده ايه بقى؟ ده المسافه بتاعت التوب ويتس بتاعت البريدج لو انتم فاكرين، اللي هي موجوده هنا زي ما انتم شايفين كده، اللي هي المسافه من اول هنا لحد هنا. انا حطيتها فين؟ حطيتها على البلان فيو. احنا بنتكلم دلوقتي على البروفايل فوق والبلان فيو تحت زي ما احنا شايفين كده. طب فين البريدج بقى مكانه؟ مكان البريدج سام وير في النص بين سكشن 30 و 20، فانا اسميه بريدج عند سكشن 25. سكشن طبعا ده سكشن فيرشوال ملوش اي وجود، ده مكانه هو في البروفايل، وده مكانه في الايه؟ في البلان فيو. المسافه بين التو سيكشنز دول لو انتم فاكرين هي من هنا لهنا اللي هي 300 ايه؟ 300 متر، هي دي 300 متر اللي انا كاتبها. جميل. بعد كده البريدج بقى ده، البريدج ده عرضه قد ايه؟ زي ما احنا عرفنا ان في عندنا ثلاث حارات رايح ثلاث حارات جاي، كل حاره عرضها 4 متر، وعندنا شولدر، وعندنا ميديان اللي هي الميديان لين نص كده زي ما تقول جزيره في النص. فبالتالي نقدر نحسب دلوقتي العرض بتاع البريدج هنلاقيه حوالي 40 ايه؟ 40 متر. جميل. فتعالوا نحط بقى المعلومات اللي احنا حطيناها دي، ناخد ال 40 متر دي ويمين وشمال من السنتر لاين 20 متر هنا و20 متر هنا، يبقى كده رسمت ايه؟ الحارات الرايحه واللي جايه، ورسمت اللي بيسميه الرود ديك ويث او الويث ايه بتاع الايه؟ بتاع البريدج بتاعي.
دلوقتي لو احنا هنبص كده، ادي ال 40 متر اهي في البروفايل، وعايزين نحط بقى الامبانكمنت، لان البريدج عاده بيكون ليه امبانكمنت، السلوب بتاعها بيكون 1:1 او 2:1، احنا واخدينه هنا في المساله دي 1:1، فبالتالي محتاج انا احط التو بقى، النقطتين الحمر دول، النقطه دي والنقطه دي، اللي هو مثل فين الخط ده على بعد قد ايه من السنتر لاين، والخط ده على بعد قد ايه من ايه من السنتر لاين. هجيبه منين؟ تعالوا بقى نبص كده. انا عارف ان البي جي ال 105، انا اقدر اجيب البيد ليفل عند البريدج، بجيبه ازاي؟ من هنا، من عند الليفل هنا عند السكشن 40، ده كان 100 متر. فانا بعمل ايه بقى؟ بقول ال 100 متر دي ناقص ايه بقى؟ ناقص المسافه من السكشن ده لحد الايه البريدج، المسافه دي كام؟ عندي 200 متر هنا، وعندي نص 300 يعني 150، يبقى 200 زائد 150 اضربهم في السلوب بالطرح طبعا، فبالتالي اقدر اجيب الايه البي جي ال بتاع مين بقى؟ اقدر اجيب الليفل بتاع البيد، اللي هو هيطلع هنا 99.825. لو طرحت الاثنين دول مع من بعض اقدر اجيب بقى الارتفاع بتاع البريدج اللي هو حوالي 5.175، وبالتالي دلوقتي لو انا فرضت ان السلوب ده 1:1، فبالتالي اقدر اعرف دلوقتي ان المسافه دي 5.17، والمسافه زيها هنا 5.17، فبالتالي عرفت دلوقتي ان المسافه الافقيه او التو اكستنت من هنا، او عرض التو من هنا لحد هنا في حدود حوالي 50.35. فبالتالي بقى تعالوا نوقع الكلام ده دلوقتي، يبقى المسافه من التو هنا لحد التو هنا حوالي 50.35. انا عشان اعرف البريدج زي ما احنا ممكن نكون عارفين، محتاجين على الاقل اربع سكاشن، محتاجين سكشنين موجودين في الابستريم، ومحتاجين سكشنين موجودين في الايه في الداون ستريم. تعالوا مع بعض نشوف دلوقتي ازاي هنعرف الايه تو سكشنز دول.